حساب الفيفا الاتحاد الدولي لكرة القدم طرح أغنية ويجز يوم الخميس الماضي، الأغنية اللي بتعتبر أغنية كأس العالم اللي هو بيتعمل دلوقتي في قطر في يعني هذه الأيام. مطرب الراب نفسه ويجز نشر الأغنية على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي وقال إنها التراك الرسمي لكأس العالم الحالي. الخبر ده كان مفرح لناس كتير شافوا انه مطرب راب مصري بيغني في حفل الختام، شافوا انه ده شيء عظيم. لكن الموضوع راح لمساحة تانية لما حصل تعليقات او تصريحات من بعض اعضاء نقابة الموسيقيين اللي قالوا في تصريحات صحفية انه لو ويجز شارك او قدم الحفل باغنيته فعليه انه يبعت توضيح واعتذار للنقابة ويأكد حضوره بعد ما يرجع لمصر، يأكد حضوره لمقر النقابة علشان هيخضع للتحقيق. الكلام ده خلى عدد من الفنانين يدعموا ويجز ويقولوا بشكل واضح انهم فخورين برابر مصري بيغني في حفل ختام كأس العالم. طيب خلونا نعرف تفاصيل اكتر من الدكتور محمد عبد الله عضو مجلس نقابة الموسيقيين. دكتور محمد مساء الخير. مساء الخير دكتور عمر. اهلا وسهلا بحضرتك. تحياتي لحضرتك وللساده مشاهدينا. يا ترى ايه موقف النقابه من ويجز؟ هو يا فندم يعني طبعا التصريحات اللي اتقالت ان احنا ويجز هنحوله للتحقيق والكلام ده مغلوط وما حصلش. يعني النقابه ما صرحتش خالص وما قالتش ان ويجز هيتحول للتحقيق. مفيش كلام اصلا ده اتقالش. امال ايه الموضوع؟ المفروض ان الموضوع اللي عند ويجز ده قبل اساسا ما يروح قطر وقبل موضوع كاس العالم وقبل كل الحاجات دي المفروض ان النقابه كانت حاطه بعض الشروط. مجلس النقابه ومعاهم معالي النقيب مصطفى كامل قال ان كل المطربين اللي هم الراب او الاداء الصوتي او الغناء الشعبي هيجوا النقابه ويكتبوا تعهد واقرار بان هم هيلتزموا ببعض النقاط المعينه قالت به جيم دال، هيقرا الاقرار ده وهيمضي عليه في الاخر وملتزم بيه. معظم المطربين كلهم جم ومضوا الاقرار دي فيما عدا مين؟ ويجز. فطبعا احنا استغربنا ان ويجز ما جاش النقابه، الكلام ده من بدري جدا يعني القرار ده صدر بقاله شهر ونص. طب ايه اللي هم الاقرار اللي مضوا عليه؟ المفروض ان القرار ده كان بيقول ان هو بيلتزم بالكلمه وباختيار الكلمه وانه قبل ما يعمل اي حاجه خاصه بالحفلات وكده ويسجل تراكات او يعمل اي شغل يعتمد الكلمات من المصنفات الفنيه عشان نحافظ على الكلمه يا فندم، الكلمه مهمه جدا هي بتخش يعني كل قبل ما يسجل الاغنيه يبعت لكم النص بتاعها. مش لينا يا فندم، للرقابه على المصنفات الفنيه هي اللي بتشوف الكلمه الاول. للرقابه على المصنفات الفنيه. بالظبط كده، بتشوف الكلام اخباره ايه، لو اعتمدته رقابه المصنفات الفنيه مفيش مشكله عندنا خالص، لان احنا بنراقب الموسيقى، انما الكلام ده اختصاص المصنفات الفنيه وهي مختصه بالجزئيه دي، فكان معظم المغنيين اللي كانوا اثاروا لغط كبير على مر سنه وسنه ونص كانوا هم بيطلعوا الكلام على طول على اليوتيوب وعلى وسائل التواصل الاجتماعي من غير الرجوع لاي جهه شرعيه عشان يقولوا ايه رايكم في الكلام ده. وبناء طب وانتم كنقابه يعني شايفين ده ازاي؟ شايفين انه ده مخالف للقانون؟ هل هو مخالف للقانون؟ هل هو مخالف لقواعد النقابه؟ يعني ايه وجه هقول لحضرتك في كتير يعني عارفين ان الدستور بيكفل حق الابداع لكافه الافراد، عارفين كده كويس قوي. برضه الدستور بيكفل حق التنقل لكافه الافراد. فالدستور بيقول لك يا دكتور عمرو من حقك انك تتنقل في اي مكان، فانت ممكن بتنزل تاخد عربيتك وتروح اي مكان انت عايزه. انما رغم ذلك بيجي قانون المرور يقول لك يا دكتور عمرو لازم تطلع ترخيص ولازم يكون معاك رخصه قياده، بينظم الحق ده. فاذا الحق مش على الاطلاق، ما ينفعش ان انا من حقي ان اتنقل ان اخد عربيتي وامشي في الشارع اروح اي حته وامشي عكس الاتجاه وما اطلعش رخصه، لا. وحد يكلمني اقول له ما هو الدستور بياخد حق التنقل، لا طبعا ما ينفعش كده. طب في حاله ويجز، في حاله ويجز يا دكتور محمد في حاله ويجز هل هو خالف القواعد دي اللي حضرتك بتشير عليها؟ هو ده النقابه دورها يا فندم انها بتعمل ايه؟ بتنظم حق الابداع، فبتقول للناس في تصاريح او رخصه بتيجوا تاخدوها من النقابه عشان نشوف نصنفكم انتوا انهي شعبه، فاحنا صنفنا ويجز على انه شعبه تراب هو رابر ومفيش بيننا وبينه اي مشاكل. يعني النقابه لا بتحيلوا التحقيق ولا هتحيلوا التحقيق ولا جابت سيره التحقيق، لن يحل التحقيق يعني خالص. احنا بنقول كل اللي فيها ما عندناش مشاكل مع ويجز، بنقول لما ترجع من قطر بالسلامه هو في دور جميل وفي وقت كويس وبيمثل مطرب مصري رابر، ده حاجه مشرفه جدا، اول شيء يشرف النقابه ده حاجه ما نستعرش منها. بس كل اللي فيها ان هو لما بيرجع لارض وطنه بيروح للنقابه التابعه له وبينظم احواله وبس.
ملهاش دعوه بالمكان اللي هو فيه، بيقول يا جماعه الاقرار اهو يوم ما فيه وخلاص بيلتزم باللي موجود، الموضوع بسيط. انما لو قلنا هنحل التحقيق وما عندناش مشاكل نهائي معاه خالص، مش بنتوعد ويجز، لا بالعكس احنا مبسوطين ان ويجز بيأدي ده دور كانه دور وطني، كون ان هم الناس اختاروه وكون اغنيته بقت هي الاغنيه الرسميه لكاس العالم ده شيء جميل، ولازم احنا كلنا زي بقيه الناس. يعني انا سالت معالي النقيب وسالت مجلس الاداره، يا جماعه بينكم حاجه وبين ويجز؟ مفيش مشكله. يعني معالي النقيب في كذا تصريح يقول مفيش بينه وبين ويجز اي حاجه، ولا بين النقابه وبين حضرتك. بشكل شخصي بتسمع ويجز؟ طبعا وقت كتير جدا، انا كنت الاول ما كنتش بسمعه، وبعدين لما جيت من فتره صغيره كده بدات اولادي بيدوروا الاغنيه بقيت اسمعها، لقيته بيعمل مزيكا كويسه، اللي بيختار الستايل بتاعه اللي بيختاره، بيتعب في الشغل بتاعه. ما علينا من امكانياته الصوتيه، انا ما اقدرش اقارن ويجز بمطرب تاني، لا هو له المنطقه بتاعته، هو شاطر في الحته بتاعته، انما ما نقدرش نقارن مطربين اخرين. زي حاجات كتير قوي احنا الانسان بيسمعها وبيفضلها، بس ما ينفعش بينهم مقارنات، كل واحد له ستايله. فويجز اختار الستايل اللي يتماشى معاه، فبقى الراب. طب والكلمات حضرتك اللي بيقولها شايفها كلمات معقوله ويعني تصلح للانتشار؟ لا لا طبعا، يعني في بعض كلمات له شفناها وسمعناها جميله، احنا كل فيها بنقول مجرد ما الكلمات دي بتقدم المصنفات الفنيه فورا بيجيزوا الكلام ليه؟ ما بيلاقوش فيها فن من الكلام اللي احنا بنسمعه اللي قبل كده اشتكينا منه كمصريين، بيخش بيتي وبيتك اللي هي اغاني المهرجانات يعني؟ بالظبط يا فندم بالظبط. احنا قلنا بينتقوا الكلمه الكويسه اللي هي بناء عليه يقدر اولادنا وتشتغل في مناسبات عادي من غير ما تجرح مشاعرنا ولا تضايقنا ولا وبعدين حضرتك احنا بقينا في يعني النقابه دي فكاي رحم ما بين مؤيدين وما بين معارضين، ما بين ان الابداع ده لازم يطلق واللي عايز يعمل حاجه يعملها، وما بين الناس الفريق الثاني اللي بيقول لا يا جماعه لازم ده يقنن ويتحط في الناحيه الشرعيه بتاعته، فاحنا واخدين الوسط بقى، مش عايزين لا نبقى معارضين ولا مؤيدين.